كنا بنعمل تانية تالت يا أسامة، مسلسل اسمه تانية تالت اللي هو فيه اللي أستاذ هو بتاع متولي مستر متولي. والجزار يمكن طبعا أستاذ متولي حامد كاتب القيم والمبادئ، ولكن برضو أنت كممثل بتجيب حتة وتحطها، والمخرج برضو بيعرض عليك فكرة وبتحطها، فريق عمل متكامل. فريق عمل متكامل. ليه؟ أنت في الآخر إحنا بنعرض الكلام ده لأولادنا والبناتنا، فأنت لازم ترسخ جواهم قيم ومبادئ. يمكن إحنا كانت حربنا في المسلسل ده على فكرة اللغة العربية، ما تهمش اللغة العربية لأنها اللغة الأساسية، هي يكفي إن هي لغة القرآن الكريم، ما أعظم هو. لا هو بيناقش حاجات كتير قوي في التعليم المسلسل، بس تحديداً موضوع اللغة العربية تحديداً، بس بيناقش حاجات كتير يعني. جميل جميل. يعني مثلا كنت عامل شمند الجزار اللي هو حلم حياته ان ابنه يسيب التدريس او يخلص التدريس ويجي يشتغل معاه في الجزار، فحرام يعني. فانا على اساس ان انا ايه، انا ابويا كان جزار فخدني بقيت جزار، فعايز اكمل ده مع الجيل اللي بعدي. فلقيت لا، ابني كان واقف قدامي يقول لي لا انا عايز اكمل دراسه، انا عايز اعمل، انا عايز مستر متولي هو اللي يخلينا يعني. هو نفسه بعد كده اتعلم من متولي يعني، الجزار ده نفسه حب متولي ده وتعلم منه ان هو لا انا ابني ده يعني. لقيت ابني متغير وبقى يذاكر وبقى يحب الدراسة يعني. ده برضو بيناقش فكرة ايه، ان لو انت مدرس حاول على قد ما تقدر حبب الاولاد في التعليم. صحيح صحيح. انا بس اسمح لي اوضح حاجة لجمهورنا، لانه في بعض التعليقات يعني الحمد لله الناس يعني حابة المسلسل وكل شيء، اللهم لك الحمد ده من فضل ربنا، ولكن بعض التعليقات بتتكلم هو ليه صوته مثلا خشن، بس حابب اوضح حاجة من خلالك يعني. انه يعني اللهم لك الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، انا من ساعه ما دخلت المجد انا عملت 20 عمل درامي ما شاء الله. بتانيه تالت ده تميت ال 20 عمل درامي مسلسل، 20 مسلسل، وكل مسلسل انت بتعمل كاركتر. فانا قبل كده كنت مقدم استاذ موافي فكان صوته الطبيعي اللي هو صوت احمد الطبيعي، فمش هينفع اعمل مدرس تاني بنفس الصوت او بنفس التركيبه. فاكر انت في التصوير عملوا لك يا احمد جاي كان جاي على صوته كتير يعني، وحوار ان هو يحشرك صوته دي صعبه. انت بتلعب على بس ما ينفعش تكرر يا طلبه. انا حتى قلت له يا احمد خفف على نفسك يعني، مش قال لي لا انا لازم اعمل حاجه جديده ولازم اعمل. قلت له ماشي، ده هيجرح صوته. فعلا كانت بتيجي عليه ايام صوته بيروح. هو الضغط بشكل عام التمثيل موهبه كبيره، فانت برضه محتاج انت تمثل حتى بجزئيه صوتك بمشاعرك برياكشناتك، فرب يكون في عونك. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.